استقبال لعيب الفريق الاول ليك انت وحسام عبد المجيد وسيد عطيه وكل اللعيبه اللي صعدت من استقبالهم كان عامل ازاي؟ لا بصراحه كلهم لعيبه، يعني انا كنت متوقع ان انا هبقى لوحدي يعني بعيد عن الفرقه اللي انا كده، لا هم كلهم بصراحه استقبلونا استقبال كويس جدا، واللي هو انتم ما تخافوش والعبوا وهتبقوا ليكوا دور، وبيكلمونا كاننا معاهم من بدري. صحيح. اللي مش احنا لعيبه صغيره طالعين وخلاص، لا لا، ويعني كملنا معاهم واشتغل وخليك راجل في الملعب واحنا في ظهرك، لو في اي مشكله تعالى قول لنا كده.